the shout and we the dance, lift him high. بدي شجعك من كل قلبي. التلمذه ما بتصير من خلال الفيسبوك، التلمذه ما بتصير من خلال كل هيدول، رغم انه هيدول حلوين وعم نستعملهم، لكن التلمذه الحقيقيه بتصير من خلال الحياه المسيحيه بقلب الكنيسه. ما سمعتني؟ قول لك لحدك، قول له التلمذه الحقيقيه بتصير من خلال الحياه المسيحيه بقلب كنيسه. وإذا أنت منك بقلب كنيسة عم تتفاعل بقضايا الكنيسة، جزء من جسد المسيح، عم تخدم، عم تعمل أي شيء، عم تكشف عن طبيعتك، لأنك رح تضلك كتير مسيحي رائع لنهار اللي بتتقابل مع مؤمن تاني. رح بتضلك قديس طالما عايش بقلب مغارة، بس طلع من المغارة رح يطلع لك قرون دغري. ما تسمعوني؟ رح ببين طبيعتك دغري نهار بتتقابل مع غير ناس. سبب وجوهر الحياة المسيحية هي أولا أنا وأنت أن نثمر. ولاحظ بأنه كل هذا الإصحاح كلمة إثمار انقالت فيه 10 مرات. أنا وأنت كل مرة لا نعيش حياة فيها إثمار حقيقي، عرف بأنك أنت طلعت عن سبب ليش الله حطك في هذه الحياة. اللي عم بيعطل إثمارنا في اوقات بتلاقي بانه هدول القصص ما بينفعوا، بقوم الشيطان ببلش يلهيك بالعالم، حب العالم، ضياء العالم، انشغال العالم، المصاري، شهوه العين، شهوه الجسد، طرف المعيشه، انك تلحق هدول القصص، انك تكون على الموضه، انك تعمل. انا ما بقول بانه مش لازم تكون على الموضه، هللويا اذا فيك تكون على الموضه، لكن خلي عيونك على يسوع مش على الموضه. في شيئين بخلوك تسمر، انك تحب الرب، وهذا قلت لك الوصايا العشره كلياتهم هن هيك، انك تحب الرب وتحب الناس. قل له هيك لحدك، تحب الرب وتحب الناس. الشيء الوحيد اللافت اللي يجعل الانسان يثمر هي انه معلق بالكارما. لو شو ما بدك تعمل وانت منقطع عن الكارما، لا فوتش. الشيء الوحيد اللافت بحياة إنسان مثمر هو أنه في الكرمة، اسمعني، وبصحة جيدة. مش عم بحكي بصحة جيدة كل يوم بيعمل سبور يعني 10 بشقاب 3 معدة، عم بحكي بصحة. أنا منيح أنك تكون صحة كمان جسدية جيدة، لكن عم بحكي عن صحة روحية جيدة. وكيف تعيش حياة صحة روحية جيدة؟ تعيش حياة صحة روحية جيدة نهار بتضلك قريب منه. ومشان هيك قلت لك خرافات اللي بيقول بانه لازم اوعى الساعة 6، خرافات اللي بيقول انه لازم اقعد اقله ساعة، خرافات اللي بيقول بانه لازم تكون الخلوة فيها قوس قزح وكل يوم يطلع لي قصص غريبة عجيبة وعجايب، وينزل من البيت والحيط يتشقق ونور يفتح. بتعرف انه نحن نشوف انه هيك بيحكي كان الرب، وملائكة تظهر. والخرافة الرابعة قلت لك بالحقيقة بأنه في ناس بتفتكر بأنه إذا أنا بدي أقعد مع الرب يعني كل يوم بدي يكون عندي خلوة. نسمعني، كل يوم تقرأ من الكتاب، لكن مش كل يوم عندك خلوة. كون حقيقي مع حالك، مش كل يوم تقعد قعدات قدام الرب. بمشان هيك أنا بقول لك اقرأ كل يوم من الكلمة، لكن إذا عندك قعدة مرة مرتين ثلاث مرات بالأسبوع كثير منيح. أول ما بتقعد مع الرب أول أمر عليك أنك تعمله هي أنك تسكت ذهنك. بالخلوة ما في ليستة صلاة. بأنك تكون قريب للرب ما في ليستة فايت فيها لعنده. ما شيء فايت لعنده ولا شيء. ليك شو عم بقول لما بقول ركز ذهنك؟ اسمعني أحبه. شايف إذا أنت عن جد عايش مع الرب، عندي خبر لك، رح توعى الصبح في ترنيمة بقلبك. في ترنيمة بقلبك. عشان هيك أول ما بدك تفوت على المحضر رنم هاي الترنيمة اللي بقلبك.